سألني أحد الأصدقاء الغربيين مرة سؤالا في بريطانيا: ماذا يعني لك امتلاك خيل عظيمة؟ فاجأني السؤال. الخيل عند العربي لها علاقة بالشرف والمكانة والمنزلة، وعلاقة العرب بالخيل يصل عمرها إلى أكثر من 9000 عام، حين تم استئناس أول خيل في تاريخ البشرية في شبه الجزيرة العربية. رأوا فيها ذكاءً ووفاءً وصبراً، وأخذت اسمها منهم الحصان العربي، الذي يعرف بولائه وسرعته وذكائه. كان عندي حصان أحببته كثيراً، أعظم حصان امتلكته في حياتي، كان اسمه يزار. لكن منذ أن وقعت عيني عليه مهراً صغيراً، عرفت أن فيه حصاناً عظيماً، والخيل العظيمة لها علامات، العينان فقط تخبرانك الكثير. انظر إلى ما تنظر إليه الخيول، تخبرك نظرات الحصان إذا ما كان قائداً أو تابعاً. العيون الواسعة عند الخيل هي كالوجه البشوش الصريح عند البشر، وتعبر بوضوح عن الصدق والإخلاص. ولا يقتصر الأمر على حجم العيون، بل أيضا بريقها ولمعانها وعمقها، وكأنها محيطات لا تنتهي. ووجه الحصان يخبرك بالكثير أيضا عنه، فالأذنان المتباعدتان دليل على عظمة هذا الحصان، لأن بنية الجمجمة تعتمد على موضع الأذنين، وما يفصل بين الأذنين هو جبهة غنية واسعة. وهذه السمة تخبرك بحجم الدماغ. أما فتحتا الأنف فهما علامة على الحصان الرياضي. الفتحتان الواسعتان تعني أنه يحصل على الكثير من الأكسجين، والفم الواسع من علامات قوة الحصان وسرعته، وأن المكان الذي توجد فيه القصبة الهوائية كبير. ولعل أهم سمة تساعد في الحكم على الخيول هي مشيتها. تملك الخيول نسبا محددة وخاصة ترسم ملامح مشيتها. كان هناك حصان واحد فقط امتلكته في حياتي، وكان مثالياً بكل خصائصه ومقاييسه. كان يملك أذنين جميلتين متباعدتين بأطراف دقيقة كنهاية أقلام الريشة. أما جبهته فكانت واسعة مستدقة على عظم رقيق، وبدت العضلات فوق حاجبيه أيضاً على شكل هرم، تغطيان عينين جميلتين تفيضان باللون الأزرق. وأما الأنف فكان مميزا بفتحتين كبيرتين لتمرير أكبر كمية من الهواء، وكانت رقبته الطويلة تسمو بشموخ وعنفوان. كان يتمتع بجلد ناعم ولامع تظهر من تحته مئات الأوردة، وبالذات وريد القلب الذي بدا واضحا كبيرا وواسعا، وكأنه انعكاس للحياة والطاقة التي تنبض في عروقه، ليخبرنا عن قلبه الكبير. أما منطقة الصدر فكانت واسعة، وأجمل ما في ذيله أنه لم يكن مرتفعا ولا منخفضا، بل كان في موقع مثالي. كان يتمتع بعينين واسعتين تفيضان بالعظمة والشموخ من دون أن يتسلل إليهما أي خوف. كان ضخماً ومغواراً كالكرة الملتهبة تفيض بالحيوية والطاقة بشكل دائم. كنت أزوره في اسطبلاتي في منطقة الجوز بدبي. كان يضع رأسه تحت ذراعي وأعطيه الجزر الذي كنت أخبئه معي. كان يستمتع كثيراً إذا مسحت على رقبته. كنت أكتفي بالجلوس هناك والنظر إليه بإعجاب وحب لساعات.
نعم، هو الحصان الأعظم الذي امتلكته، دبي ميلينيوم.